زوادة اليوم. الله معكم. بيخبروا عن البابا شنودة لما سألوه كيف بيقدر الإنسان يعيش بسلام داخلي، جاوب: حتى الإنسان يكون عايش بسلام داخلي لازم ينتصر على القلق والاضطراب والانزعاج، لو مهما كانت الظروف الخارجية ملبدة وسودة. ما لازم يتأثر بالأزمات الخارجية ولا حتى بالحروب، لأنه مصدر سلامه هو الثقة بالله والاتكال عليه والاستسلام التام بين إيديه. يلي بيطلب العيش حسب إرادة الله مش إرادة البشر، وحسب مشيئة الله مش مشيئة البشر. زوادي بتدعيني وبتدعيك لعيش سلام الرب يسوع القائم من بين الأموات، السلام يلي مناخده من مذبح الرب مصدره الإفخارستية. خلينا نكون رسل لهالسلام. والله معكم.